البنات يقولوا لي اقعدي يا أميرة في العدة، متى تبدأ عدتك؟ أنا ما راح أقعد في العدة. اللي يقول لي قاعدة في العدة، أنا ما راح أقعد في العدة عشان ما أشوفه في الآخرة. يقولون اللي تقعد في العدة تشوفه في الآخرة، أنا ما أبغى أشوفه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بس ما راح أقعد في العدة. بخرج من بكرة بركب سيارتي وأمشي.